يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله حضراتكم تستمتعوا وتسعدوا معانا بكل دقيقه منها. يوم شديد البروده، صباح البرد، صباح البرد. صباح الجمال والسعاده والبرد، ويعني وتحيه كبيره اللي عشاق الشتاء اللي هو انا وكريم منهم. طبعا الناس دي مبسوطه، انما الناس الثانيه اللي بتحب الصيف دلوقتي بالنسبه لها ده يعني من اسوء الايام. بس بجد والله يعني مش حلو كده يبقى فيه غيوم ومطر، ان شاء الله ينزل مطر واعاصير، حاجات تبقى جميله جدا، احساس بيبقى حلو. طبعا جميل. لك عيون علينا مش طبيعيين. مش مهم، بس احسن من العرق والرطوبه والتلزيق والحر والدبان والزهق، والواحد عايز يقشر جلده من كتر الحر، مفيش فايده. صباح الفل على حضراتكم، وحلقه جديده وتاني يوم في الاسبوع 10 صبح في الاهلي. خلينا نبدا بالتنويه عن الفقرات. زي ما احنا متعودين كل اسبوع بنبقى حابين يبقى في فقره عن الفتنس. هينورنا كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال بالنادي الاهلي، والفقره الثانيه هيكون معانا الاستاذ ايمن جلبرتو مدير تحرير موقع يلا كوره عشان نتكلم بقى في الكوره العالميه، واكيد برضو هنتطرق للمنتخب وللاهلي. عايزه قبل ما ابدا بس اعلق على حاجه كريم معاك، بقى عايزه اخد رايك. يعني امبارح كده واحنا قاعدين سمعنا كذا خبر خاص بتعطيل الدراسه عشان الجو. عارف انت اكيد سمعت، انت عارف عندك كذا محافظه ثانيه بالظبط، كذا محافظه. امبارح كان اسكندريه بس، النهارده كمان كذا محافظه اخرى. فالقصه بس يعني اخذتني شويه لوحنا صغيرين. احنا واحنا صغيرين ايام المدرسه اللي انا فاكراه ان كان حتى لو الجو عامل ازاي كنا برضه بنروح المدرسه طبعًا. وساعتها كان ممكن بيضموا فصول على بعض، العدد بيبقى قليل، بس كنا بنروح عادي جدا، واهلينا كانوا بينزلونا عادي جدا ونستنى الباص عادي جدا، وبنروح حتى لو عددنا قليل، حتى لو الجو وحش بيضموا الفصول، اليوم الدراسي بيمشي عادي جدا. دلوقتي الموضوع شويه بقى فيه يعني رفاهيه ولا ايه؟ انا بصي انا بكلمك على اسكندريه بصفه خاصه. الاجيال الحاليه من الطلبه والطالبات في اسكندريه من الواضح ان هم محظوظين بالمقارنه بينا احنا. انا من الاجيال اللي حضرت وعصرت اللي انت بتحكيه ده، وانت عارفه بقى الشتاء في اسكندريه طول عمره من قديم الازل. ساعات يعني بنعدي بقى مرحله البرد التقليديه، بتلاقي جو فيه حبات تلج صغيره. أيوة طبعًا. بدون مبالغه والله تخبط كده على الشباك. بس كنت بتروح المدرسه برضه؟ بنروح عادي جدا. الدنيا عماله، احنا بنقول الدنيا بتشتي في اسكندريه، الدنيا شتاء هستيري، واحنا رايحين المدرسه وراجعين من المدرسه ورايحين دروس ورايحين نوادي. يعني الحياه ما كانتش في كده. ما كانتش في كده، متدلعين شويه الاجيال دي، بس ماشي. طيب عايزين بقى في البدايه يعني نتكلم مع حضراتكم ونشرح لكم كده شويه المستجدات اللي حصلت في الوضع المتعلق بموعد امم افريقيا. امبارح كان في اجتماع لاعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي كاف مع المكتب التنفيذي للفيفا عشان يناقشوا مساله تاجيل البطوله او الغائها لاكثر من سبب. اول الاسباب طبعا المخاوف المعهوده من انتشار كورونا ومتحوراتها من جديد، دي نقطه. النقطه الثانيه خوف الانديه الاوروبيه على اللعيبه بتاعتها من الفيروس، لدرجه ان بعض الانديه مش عايزه تبعت لعيبتها الافارقه لمنتخباتهم. ده خلى الكاف يقول لهم طيب لو انتوا عملتوا كده هنمنع احنا الافارقه من المشاركه في الدوريات الاوروبيه وقت اقامه امم افريقيا، يعني لاعبتكم عندكم بس مش هيلعبوا. بعيدا بقى طبعا عن وجود اليه للتنفيذ من عدمها، فاحنا بصدد ازمه، وبطبيعه الحال هذه الازمه محتاجه تتحل وفي اسرع وقت ممكن. بص انا بتفق معاك جدا، والموضوع مش جديد يعني تاكيدا على كلامك. المشكله من زمن الزمن، يعني زي ما بتقال موعد امم افريقيا دايما اللي بيكون شهر يناير بيعمل ازمه للاعبين الافارقه تحديدا مع انديتهم اللي هم بيكونوا في اوروبا، لان هي بتاخدهم زي ما بتقال يا كريم البيك بتاع السيزون، يعني بيغيب عدد كبير جدا من المباريات كمان، والازمه بتظهر بقوه لان عدد كمان زي ما حضراتكم عارفين من الافارقه بقوا يلعبوا في اوروبا بشكل كبير. يعني حدث ولا حرج، صلاح، ماني، حكيم زياش، يعني اسامي كتيره جدا. فطبعا دي هي دي المشكله. لكن الازمه بقى الثانيه اللي انا عايزه اتكلم معاك فيها برضو فكره هنا انقسام مسؤولي الكاف الرافضين التاجيل او حتى الالغاء، ومسؤولي الفيفا الافارقه اللي بيطالبوا بالتاجيل او الالغاء. فخلال ساعات اعتقد ان احنا على كل حال هنعرف ايه المستجدات، هنعرف ايه التطورات، لان في اجتماع تاني مهم جدا مع مسؤولي الكاميرون اللي هي الدوله المنظمه عشان يحسموا بقى الامر ونعرف. يعني هل انت بتتوقع اصلا هيلغوا البطوله كلها؟ في ناس على فكره متوقعه حدوث حاجه زي كده. والله ما عارف. بص في يعني نتيجه يعني حاجات عدت علينا قبل كده، فالمنطق مش بالضروره يكون دايما حاضر. يعني ساعات بنشوف ان في جهات او كيانات بتاخد قرارات
بعيده حتى عن المنطق ذات نفسه، ما اعرفش بيكون عندهم اسبابهم، احنا الصوره مش واصله لنا بشكل كامل، الله اعلم. بس على كل الاحوال يعني بالنسبه لموضوع تضارب مواعيد امم افريقيا مع مونديال الانديه، فدي نقطه ممكن يوصلوا الحل فيها بتاجيل انطلاق مونديال الانديه لمده 4 ايام، بس ده طبعا مش هيتم غير بعد موافقه الانديه كلها اللي هتشارك في هذه البطوله، وبرده زي ما انت بتقولي كلها شويه وهنعرف. انا بتفق معاك، وده هيترتب عليه او على قرار بقى مصير البطوله نفسها، بطوله الامم الافريقيه 2022، وهل فعلا هتتاجل سنه ولا ايه بالظبط اللي هيكون مناسب هنعرفه خلال ساعات، واكيد قناه الاهلي هتتم يعني هتعرض ده بشكل تفصيلي. طيب نروح بقى لكيروش. امبارح يعني اعلن كيروش القائمه المبدئيه للفراعنه المشاركه في بطوله كاس الامم الافريقيه بالكاميرون 2021، واللي المفروض ان هي ان شاء الله هتنطلق من 9 يناير وحتى 6 فبراير. نشر الحساب الرسمي لاتحاد الكره القائمه المبدئيه اللي ضمت 40 اسم من اللاعبين، ومن المقرر ان يعني كيروش يعلن القائمه النهائيه مع نهايه شهر ديسمبر الجاري. وشهدت القائمه غياب طارق حامد نجم نادي الزمالك، واللي كان استبعده ايضا كيروش قبل كده من التواجد مع الفراعنه في بطوله كاس العرب. كمان استبعاد احمد فتحي وحسين فيصل، لكن القايمه كمان فيها عوده تريزيجيه، ودي طبعا نقطه كويسه جدا، لكن احنا مش عارفين الحقيقه ايه المعايير اللي بيختار من خلالها كيروش اللعيبه. وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا كده من خلال القائمه دي اسماء اللعيبه ال 40 اللي جاءت اسمائهم في هذه القائمه. خلي بالك ال 40 مش هم دول النهائي، لان انت مفروض بتختار 25 مع القرار الجديد علشان الكورونا، اي لاعب هيصاب بالكورونا ففي 5 اضافين، فالمجموع بيبقى 28، يعني في 12 تقريبا برضو مش هيكونوا ضمن القائمه. فعلى كل حال احنا مش هنتكلم في تفاصيل او هنبدي راينا، ولكن عندنا بس تساؤل ان في بعض الاسامي المنضمه كانت مؤخرا للمنتخب اللي قدرت فعلا ان هي تثبت نفسها، ودي النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها كريم، اللي هو دي النقطه الايجابيه من هذه البطوله اللي احنا بنقول عليها برضو بطولة يعني تجريبية. فانت عندك اسامي لمعت جدا، فاحنا عايزين بس نعرف هي الاسامي دي ليه لم تنضم، يعني زي ما انت قلت طارق حامد، طب وفكره برضو حسين فيصل، حسين فيصل لاعب اكثر من ممتاز وغيرهم من الاسامي، فده او ده التساؤل المطروح حاليا، ليه في اسماء لمعت مش موجوده مع القايمه. على كل حال احنا بنعرض بس وما لناش دعوه، خلينا نكمل وننتقل للاهلي اللي خاض لاعبي الاهلي تدريباته البدنيه كانت متنوعه امبارح تحديدا، وكنا اعلنا ده برضو مع حضراتكم استعدادا طبعا لمواجهه الرجاء المغربي على لقب كاس السوبر الافريقي اللي هيكون الاربع جاي باذن الله بقى ونكون منصورين. بيتسو موسيماني المدير الفني قاد تدريبات خططيه متنوعه، كمان بما ان احنا بنتكلم من الاهلاويه بقى في كل مكان، امبارح كابتن محمود الخطيب كان في يعني كده زي ما بيتقال يقطه حلوه قوي او لافته حلوه قوي رئيس النادي طبعا، قابل أسرة مصرية أهلاوية هناك كان بناء على طلبهم يا كريم، هو كانوا طالبوا ان هم يقابلوه، على فكرة حتى هنا في مصر الناس بتبقى عايزة ان هي تقابله يعني، فده حصل بقى هناك، وهو اهداهم تيشيرت الفريق واحتفلوا بعيد ميلاد، طبعا احنا نوهنا عن ده امبارح، بس كان في احتفال استكمال للاحتفال بعيد ميلاد محمد الشناوي، وكواليس كتير كتير جدا كنا بنعرضها وهنعرضها لحضراتكم من خلال طبعا قناة الأهلي. النهاردة كمان أكيد هنتابع معاكم كواليس بعثة الأهلي قبل مواجهة بقى الرجاء بالسوبر الأفريقي خلال الحلقة وفيما بعد مع الزملاء. خلينا نروح بس نتابع دلوقتي جزء من لقاء الشناوي ونرجع نكمل. طبعا الحمد لله على الـ على الـ على البطوله اللي فاتت، على الاداء اللعيبه ادوه بالروح، دي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا، احنا كنا رايحين البطوله دي كنا لسه مجمعين بفتره قصيره جدا. انا بشكر اللعيبه بتاعه المنتخب اللي كانوا موجودين، اول حاجه اللي هم اللعيبه بصراحه كانوا ملتزمين جدا، وكانوا كانوا عايزين يعملوا حاجه، كنا عايزين ناخد مركز، بس الحمد لله يعني ما فيش كانش فيه توفيق، بس يعني بقول لهم انتوا كنتوا رجاله وان شاء الله اللي جاي يكون افضل لينا وليهم يعني، وربنا يكرمهم في انديتهم لما يرجعوا، ده اهم حاجه. ودلوقتي ان شاء الله احنا دلوقتي خلاص نقفل الصفحه ديت، وعندنا دلوقتي مباراه مع النادي بتاعنا، عندنا مباراه كبيره افريقي السوبر، الافريقي السوبر مع النادي، واحنا مركزين بشكل كويس جدا، احنا خلاص اللعيبه بتاعه المنتخب رجعت خلاص قفلت الصفحه، وهم لعيبه كلها كبار وعارفين يعني ايه المسؤوليه، عارفين يعني ايه اهميه المباراه، واحنا كلنا عارفين يعني ايه اهميه المباراه، واحنا مركزين بشكل كويس جدا. خلصنا المعسكر على طول، خلصنا المباراه على طول، جينا على المعسكر على طول عشان نكون موجودين.
وان شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى معانا توفيق فينا في اليوم يوم الاربعاء، ويبقى معانا التوفيق وان شاء الله نرجع بالبطوله للجمهور يعني ان شاء الله. اتفضل. لعيبه النادي الاهلي من معسكر لمعسكر وبطوله لبطوله، وهو ده معروف عن لعيبه النادي الاهلي، لكن انا عايز الفت نظر طبعا الشناوي، استقبال اللعيبه واستقبال الجهاز الفني ليكوا ازاي، اثر معاكوا ازاي؟ انا عارف طبعا الشناوي قيمته كبيره جدا وكابتن فريق النادي الاهلي، لكن الاستقبال ده مع اللعيبه ليه مردود كبير جدا يا شناوي. اكيد طبعا، لما تكون غايب فتره طويله بعيد عن النادي بتاعك وبعيد عن اللعيبه اللي موجوده، طبعا بيبقى في اكيد يعني زي ما بيقولوا وحشه، احنا ما كانوا وحشنا جدا، واحنا على طول كنا بنتابع بعض، ومع طول كانوا بيبعتوا لنا الفتره اللي فاتت، وكانوا بيكلمونا في يعني بيقولوا لنا قبل الماتشات ربنا معاك، واللعبة كلها بصراحه اللي موجوده على طول مساندنا. وطبعا الاستقبال ده حاجه طبيعيه جدا من اللعيبه بتاعت النادي الاهلي والجهاز الفني. طبعا انت زي ما شفت امبارح الجهاز برضو كان مثال من استقبال كبير يعني للعيبه، ودي حاجه طبيعيه لان احنا بقالنا فتره كبيره ما شفناش بعض، ودي حاجه طبيعيه، واحنا طبعا بشكرهم على الاستقبال ده، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في الماتش الجاي ان شاء الله. طيب، امبارح شهدت مدينه السادس من اكتوبر افتتاح البطوله العربيه للجولف في نسختها رقم 40 ومشاركه لاعبين من 13 دوله مختلفه. كلمة حق لازم تتقال، تنظيم مصر للبطولة العربية للجولف بيأتي طبعا ضمن توجه الدولة المصرية بشكل عام لتنشيط السياحة الرياضية، لأن طبعا سياحة الجولف تعتبر واحدة من أهم أنواع السياحة الموجودة في العالم كله. بيتنافس في هذه البطولة 45 لاعب من أقوى لاعبي الجولف في المنطقة العربية. البطولة هتستمر لمدة 4 أيام، هتنتهي يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله بمشاركة 4 لاعبين من مصر، هم نور نعيم بطل العرب فردي في 2019، حسن سعيد بطل العرب ناشئين في 2013، عمر محفوظ بطل الناشئين في مصر 2014، وماجد عبد التواب بطل الناشئين في قبرص 2016. وطبعا بنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. حاجه بتفرح فعلا لما نكون اتكلمنا في الموضوع ده كذا مره، ودلوقتي على ارض الواقع فعلا يعني كل يوم بيتم اثبات ان مصر قادره جدا جدا كمان ان هي تعمل او ان هي تنظم بطولات دوليه وعالميه. وفكره كمان السياحه الرياضيه احنا ياما اتكلمنا عنها في البرنامج، ملف كان يعني مهم جدا، واحنا كنا حابين انا وكريم نركز عليه كتير جدا حتى مع ضيوفنا. السياحه الرياضيه من مصادر دخل كتيره جدا لدول بيشتغلوا عليها، بس فتخيل انت كمان لما عندك يعني اماكن كتيره جدا تقدر صحيح. تعمل فيها بطولات مختلفه بمحافظاتنا الجميله المختلفه، فده شيء فعلا محترم قوي. فانا مبسوطه جدا اكيد، واعتقد كل مصري مبسوط ان هو يسمع حاجه زي كده. تعالوا بقى نروح دلوقتي، والدوري الانجليزي وتعادل ليفربول مع توتنهام بهدفين لكل فريق في ختام مباريات الاسبوع ال18 من الدوري الانجليزي. طبعا كانت مباراه قويه، كنا ناس يعني كتيره كانت متوقعه او منتظره ان محمد صلاح يزود رقمه القياسي، لكن هو بالامس ما سجلش اهدافه. على فكره وارد جدا، كان يمكن قدامه فرصه ذهبيه جدا، كان في انفراد يعني ويبقى يقدر ان هو كده يكسر رقم قياسي، لكن ما حصلش. على كل حال صلاح في صداره قائمة هدافي بريميوم ليج زي ما حضراتكم عارفين برصيد 15 هدف، تفوق بفارق هنا 5 أهداف عن أقرب مطارديه يعني في أو زملائه في الريدز. فأعتقد برضو مش مشكلة، أصل مش كل مرة برضو يعني كان في توقع، بس مش كل مرة محمد صلاح ينزل طبيعي. المهم يعني إن ابننا منفرد بالصدارة، بالظبط هي دي، هو ده الجزء اللي يهمنا. طيب، من أول الأسبوع في كلام كتير اتقال على صعيدين، صعيد بيقول إن كان هيبقى فيه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لمدة يومين اللي هما امبارح والنهاردة، وكلام تاني بيقول إن لا الانخفاض ده هيفضل مستمر معانا لغاية آخر الأسبوع. الحقيقة فين؟ الإجابة عند دكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة إيمان صباح الخير على حضرتك، وأهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير على حضرتك أستاذ كريم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وأهلا بحضراتكم جميعا. أهلا بيكي يا فندم. الموضوع يعني فيما يتعلق بمسألة انخفاض درجات الحرارة، هم يومين زي ما اتقال ولا لغاية آخر الأسبوع؟ لا، هو طبعا كان ذروة الانخفاض في درجات الحرارة أمس وأيضا اليوم، طبعا انخفضت بشكل كبير. النهاردة درجة الحرارة العظمى على القاهرة 15 درجة، الصغرى سجلت هذه الليلة سجلت 7 درجات مئوية على القاهرة، وطبعا في مناطق انخفضت فيها درجة الحرارة أقل من ذلك زي مدن شمال الصعيد ووسط سيناء اللي سجلت فيها درجة الحرارة 2 تحت الصفر، وده أدى طبعا لتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين. أما طبعا بالنسبة للمناطق الداخلية
الداخلية، فكانت درجات الحرارة فعلا منخفضة في فترة الليل. إن شاء الله بداية من غدا تبدأ تدريجي ترتفع درجات الحرارة، يعني إحنا النهاردة بنقول إن العظمى 15، بكرة هتكون 17 إن شاء الله، لكن هو ارتفاع طفيف، لكن هتبدأ تهدأ سرعات الرياح المزودة الإحساس بالحرارة، وتعود الشمس للسطوع، فهيكون الإحساس أدفى بكتير من النهاردة وغدا إن شاء الله. دكتور إيمان صباح الفل، ومبسوطين إن حضرتك معانا لأول مرة في 10 الصبح طبعا. وخليني أروح مع حضرتك لنقطة أنا وكريم يعني كنا بنتناقش فيها، وهي فكرة هنا برضو يعني مع التقلبات في الطقس دي بيبقى فيه بعض التحضيرات للمواطنين وللتلاميذ في المدارس وغيره. طيب هل حضرتك بتشوفي، أنا عارفة إن مش قرار يعني الهيئة، ولكن هل حضرتك بتشوفي إن الموضوع مستاهل فعلا حاجة زي كده، ولا القصة يعني هي شوية تغيرات في الطقس مش مستاهلة إن يتم تعطيل أعمال أو يعني دراسة؟ تفضلي يا دكتور إيمان. اهلا بحضرتك استاذه نهاوند. هو طبعا يعني القرار بيكون قرار المحافظه، لكن احنا برضو ان بنوديهم التنبؤات الجويه وبنوريهم تفاصيل بتاع حاله الطقس. فمثلا محافظه زي اسكندريه، محافظه اسكندريه عليها امطار كبيره جدا جدا وامطار غزيره ورعديه، وايضا تساقطت الثلوج على العديد من المناطق في الاسكندريه، فتعطيل الدراسه ده يعني شيء مهم جدا للطلبه حفاظا على صحتهم طبعا، وطبعا للسيوله المروريه اللي بتسمح بحركة العربيات وتسحب المياه. بالنسبة طبعا المطروح طبعا بنفس الأوضاع زي اسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، العديد من محافظات الدلتا. بالنسبة للقاهرة طبعا هو يعني كان في امطار سقطت بالامس ولسه ما زال في فرصه امطار حتى ظهر اليوم، فطبعا تعطيل الدراسه بيسهل على الساده المسؤولين التحرك سريعا وسحب كميات الامطار، لكن هو طبعا بيكون قرار المحافظه. احنا بنمدهم بالخرائط السعيه لكميات الامطار ونسبه الامطار المتوقع حدوثها، وايضا طبعا صور الاقمار الصناعيه بيتم المتابعه معهم على مدار ال 24 ساعه متابعه دقيقه بصور الاقمار الصناعيه. والحمد لله يعني حتى الان التنبؤات الجويه صدقت وتحققت بنسبة 100% على معظم المناطق اللي شهدت أمطار، وطبعا انخفاض درجات الحرارة الواضح ونشاط الرياح اللي كان متأثرين بيه امبارح وحتى اليوم أيضا ما زال نشاط الرياح. الموج ارتفع على السواحل الشمالية وعلى البحر المتوسط وصل لخمس أمطار، ويمكن في بعض المناطق خرج فيها الموج على الشاطئ وخاصة في محافظة الأسكندرية، فيعني ده يعتبر قرار سائد طبعا. اسكندرية يعني فضلهم شوية ويوزعوا على المواطنين، كل مواطن مايوه وعوام ده اللي فاضل لا يعني بس لا يعني بنشكرك جدا. وخلاص هي عامه يا دكتور ايمان يومين وفصل الشتاء يبدا بشكل رسمي يوم 22/12، يعني النهارده يوم 20، فان شاء الله يبقى يعني الشتاء قارس جدا. انا دي امنياتي ان شاء الله يا فندم. شكرا دكتور ايمان، شكرا ليكي. بتهيألي الناس كرهتنا عشان ان شاء الله الشتاء قارس ونتجمد كلنا مع بعض. نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب من الحاجات اللي بتتبعت كده في الفواصل اللي بحب اقراها، يعني بتبقى ردود افعال او كلمات بتتبعت او احداث، يعني كان حد بعت بيقول الاستاذ كريم استاذ نهاوند انا مش قادر اتحرك من تحت البطانيه، انا ما روحتش الشغل، هو ادى لنفسه اجازه يعني. فمش عارفه والله مش عارفه ارد اقول ايه، راسي غريبه شويه يعني. انا ردي يا بخته، يا بخته انه يقدر. لا يا بخته انه قاعد تحت البطانيه بغض حتى لو راح بيها الشغل. ادى لنفسه اجازه. طبعا عايزين ندي لنفسنا اجازه. انا حاصل في نفسي 10 ايام بجد بقابلني لو حد وافق لك عليه. القناه رديت. خلينا نتابع دلوقتي اخر اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه، ومراسلتنا العزيزه منى ابراهيم موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. منى صباح الخير عليكي، وسامعينك انا وكريم وكل جمهور 10 الصبح، اتفضلي. يا صباح الخير عليكي يا نهاوند، صباح الخير عليكي كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني يوم جديد يبقى اكيد اخبار اهلاويه رياضيه كمان جديده، لكن خلونا نبتدي في ان لا صوت يعلو النهارده فوق صوت قمه كره السله بين النادي الاهلي والزمالك. المباراه اللي هتتلعب النهارده على صاله الامير عبد الله الفيصل نادي داخل النادي الاهلي بمقر الجزيره الساعه 9:15 مساء ان شاء الله. طبعا مباراه مهمه جدا. المدير الفني الاسباني اوجستي بوش اللي اكيد هو النهارده بيلعب في نادي، طبعا هو كان مدير الفني لنادي الزمالك السنه اللي فاتت، يبقى اكيد عارف كل التاكتكس، عارف كل حاجه كانت بتلعب من مباراه نادي الزمالك الماتش اللي في الموسم المقبل. فاكيد الموسم ده كمان، اكيد الموسم ده كمان ان شاء الله هيكون قادر ان هو يحقق الفوز.
خلينا مرة تانية نحاول نعود لزميلتنا منا وهي موجودة في مقر النادي الأهلي زي ما كنت بقول لحضراتكم بالجزيرة عشان نتابع معها الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي. منا صباح الخير مرة تانية عليك، اتفضلي. بصبح عليك يا نواند مره تانية، وبصبح عليك يا كريم اكيد، وعلى كل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلوني اكمل كلامي واقول لكم ان النهارده لا صوت او لا حديث يعلو فوق قمه كره السله بين الاهلي والزمالك اللي هتتلعب النهارده ان شاء الله مساء الساعه 9:15 تحديدا على صاله الامير عبد الله الفيصل. طبعا غيابات الفريق هتكون كابتن مروان سرحان وايهاب امين، كمان مروان سرحان لانه اتعرض لكسر في الصباعين، دي اصابه طبعا كبيره يمكن تغيبه او تخليه يغيب عن الماتش والتدريبات الرسمية من 6 لـ 8 أسابيع. أما طبعا إيهاب أمين أحد أهم وأبرز اللعيبة في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، هو كان عمل طبعا عملية جراحية كان شايل الزائدة فيها من فترة، لسه مش محدد هيقدر إن هو يشارك في مباراة اليوم ولا لا، لكن طبعا ده هيكون قرار بإيد الجهاز الفني والجهاز الطبي لكرة السلة بقيادة طبعا الاسباني اوجاستي بوش اللي كان الموسم اللي فات مع نادي الزمالك. يعني مباراه السنه دي بالنسبه له او مباراه اليوم النهارده بالنسبه له مهمه جدا، لان هو بمعنى اصح عارف طبعا كل فريق دلوقتي، عارف فرقته، عارف الفريق الاسبق ليه، فهيكون ان شاء الله قادر ان هو يكون عارف كل جوانب الويكنس بوينت او نقاط القوه والضعف بالنسبه للفريقين، وان شاء الله يقدر يلعب عليها ويفوز بمباراه اليوم. اما كره السله سيدات بقى النهارده تدريبهم الساعه 6 مساء على صاله الشهداء، وبيستعدوا لمباراه نادي الطيران على صاله نادي الطيران غدا في دوري سوبر للمحترفات الساعه 6 مساء بكره ان شاء الله. ومن سيدات السلة لسيدات كرة اليد لتمرينهم أيضا النهاردة الساعة 6 مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وبيستعدوا لمواجهة نادي المعادي في كأس مصر بكرة إن شاء الله الساعة 6 مساء. ويعني أنا هوند من أهم النهاردة الأخبار اللي حقيقي الواحد كأهلاوي بيفخر بيها دايما هي كرة الطايرة سيدات، طبعا فتيات الذهب زي ما بيلقبهم جمهور النادي الأهلي، مش هم بس اللي فتيات ذهب حقيقي، كمان كابتن حمدي الصافي من ذهب، لأن هو قدر في خلال 2 و10 شهور ما يخسرش ولا مباراة. النهاردة المباراة رقم 77 اللي لو فاز بيها النادي الأهلي إن شاء الله القياسية، وده طبعا مش مجهود من يوم وليلة، ده على مدار 2 و10 شهور. يعني تحديدا مرة كانت للنادي الأهلي يوم 12 فبراير 2019، يعني دلوقتي فتيات الذهب بقيادة الذهبي كابتن حمدي الصافي زي ما قلت لكم قالهم تحديدا 1030 يوم بدون أي خسارة. النهاردة مباراتهم هتبقى الساعة 6 مساء مع نادي هليوبلس على صالة النادي الأهلي، ده طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري. بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يبقوا يدخلوا موسوعة جينيس ويرفعوا اسم نادي الأهلي في الصدارة كالعادة. اما بقى كره الطايره رجال بقياده كابتن محمد مصلحي، مباراتهم اليوم النهارده على صاله النادي الاهلي في دوري في بطوله الدوري مع سبورتنج، والمباراه ايضا مذاعه على شاشه قناه النادي الاهلي. بنشكرك جدا جدا يا منى على الاخبار الحلوه كمان اللي انت قلتيها لنا دي، شكرا ليكي. نروح بقى للصحافه الرياضيه ومقر جريده البوابه نيوز، موجوده هناك زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم اللي هنتابع معاها اهم المستجدات والأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع. هنا صباح الخير عليك، اتفضلي سامعيني. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي، ومن موقع البوابة نيوز هاخدكم في جولة لأبرز وأهم أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم. والبداية من البوابة نيوز، اليوم غلق باب الترشح في انتخابات اتحاد الكرة. النهاردة الساعة 4 العصر هيتم غلق باب الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المصري اللي مقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل. يعني كان تقدم أمس المحامي محمد القاضي الممثل القانوني للقائمة الانتخابية الأولى برئاسة جمال علام بأوراق ترشيح القائمة، واللي بتضم جمال علام رئيسا، خالد الدرندلي نائبا للرئيس، والأعضاء محمد حلمي مشهور، محمد أبو الوفا، حازم إمام، محمد بركات، إيهاب الكومي، عامر حسين، ودينا الرفاعي، بالإضافة إلى القائمة الاحتياطية واللي بتضم خالد أبو الوفا، عادل سلومة، وعزة أبو الخير. يعني دي القائمة الوحيدة اللي تم ترشيحها رسميا. ومن جانب آخر
أعلن وزير البترول الأسبق سامح فهمي أمس خوضه انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة وتشكيل قائمة أطلق عليها ائتلاف قائمة إنكار الذات، والقائمة بتضم المهندس سامح فهمي رئيسا، اللواء مجدي اللوزي نائب للرئيس، وعضوية كل من محمد الطويلة، محمود حسين، أحمد حسن، ماجد نجاتي، عدلي القيعي، حسين عفوا عبده، ورانيا علواني. يعني لسه حتى الآن لم يتم ترشيح القائمة بشكل رسمي، ولو استمر الأمر على هذا الحال وعدم ترشيحهم رسميا هيعني فوز قائمة جمال علام بالتزكية. ومن الشروق 5 مباريات في انطلاق الجولة 7 اليوم. النهاردة هيتم استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز بعد توقفه لمدة 23 يوم، ده طبعا بسبب بطولة كأس العرب اللي كانت بتقام في قطر 2021. النهاردة هيشهد الدوري 5 مباريات قوية الحقيقة. البداية هتكون بين فاركو والمصري، المباراة هتكون في استاد برج العرب في تمام 3 عصرا. كمان غزل المحلة هيواجه البنك الأهلي في استاد المحلة الساعة 5:30 مساء. كمان الجونة هيواجه إمبي في استاد خالد بشارة الساعة 5:30 مساء. الاتحاد السكندري هيواجه سيراميكا كليوباترا في استاد الإسكندرية في 8 مساء. وأخيرا مصر المقصة هتواجه إيسترن كومباني في استاد الكلية الحربية الساعة 8 مساء. ومن الشرق الأوسط، فيفا يدعو لقمة عالمية مع الاتحادات الأعضاء لدعم إقامة المونديال كل عامين. يعني كان قدم اقتراح في الفترة الأخيرة، والحقيقة أنه أثار جدل كبير جدا في الساحة العالمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهو إقامة كأس العالم كل عامين بدل من كل 4 أعوام. يعني هو حاليا بيقام كل 4 أعوام. الحقيقة أنه هذا الاقتراح زي ما قلت أثار جدل كبير جدا في الساحة الرياضية بين مؤيدين ومعارضين. يعني الحقيقة أنه المعارضة كانت من الاتحاد الأوروبي والأمريكي الجنوبي، من جانب آخر كان لقى تأييد من الاتحاد الأفريقي والأسيوي، وأيضا الحقيقة لقى ترحيب كبير جدا من مشجعين كرة القدم، اللي كرة القدم طبعا بتعتبر حاجة كبيرة جدا ليهم. يعني لسه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار حاسم هل هيقام كل عامين أو كل 4 أعوام، لكن في غضون الأشهر القادمة هيتم أخذ هذا القرار. أخيرا من موقع كورة، تأجيل 5 مباريات في الدوري الأمريكي للسلة. بعد ارتفاع اللاعبين المصابين بفيروس كورونا تم تأجيل 5 مواجهات في دوري كرة السلة. طبعا يعني ده بعد كان قررته رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، بما في ذلك 3 مواجهات كان المفروض يتم إقامتهم أمس. يعني المواجهات هي كانت بين بروكلين نتس ودنفر ناجتس، بروكلين نتس وواشنطن، كليفلاند وأتلانتا هاوكس، فلادلفيا ونيو أورلينز. طبعا بنتمنى كل الشفاء العاجل لكل اللاعبين، يعني إن شاء الله بقى جائحة كورونا تنتهي قريبا ونرجع لحياتنا الطبيعية مرة أخرى. يعني دي كانت جولتنا في أخبار الصحف الرياضية اليوم. العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. كل شكر ليك زميلتنا العزيزة هنا أبو قاسم على هذه التغطية المتميزة. طيب دي كانت أخبارنا في الفقرة الأولى، هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. أهلا بكل حضراتكم، عودة مرة ثانية لعشرة الصبح في الأهلي. والحقيقة في ناس كتير جدا الود والدها ونفسها إن هي تلعب رياضة وبانتظام، ولكن نظرا لطبيعة يومهم، نظرا لمواعيد اللي بيقعدوها عدد ساعات طويل في الشغل، فللأسف ما بيكونش عندهم أي مساحة وقت إن هم يروحوا الجيم. طيب هل في تمارين معينه ممكن نمارسها في البيت وتؤدي نفس الغرض، يعني وكاننا رحنا الجيم؟ ده اللي هنعرف اجابته وبشكل عملي من خلال كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال بالنادي الاهلي فرع الجزيره اللي منورنا في فقرتنا الاولى الاخباريه. صباح العسل. صباح الخير يا كريم. صباح الخير مشاهدين قناه النادي الاهلي، بيتي الثاني، وده شرف ليا طبعا ان انا يعني بجد اقعد معاك للمره الثانيه. ده شرف ليا انا اللي بسعد وبتشرف، وكلنا بنستفيد وده الاهم. ربنا يخليك. طبعا طبعا احنا هدفنا الاول في الاخير طبعا صحه الشخص، وان هو حتى نوفر له في ظل عدم وجود امكانيات مثلا متاحه، زي ان هو مش قادر يروح الجيم مثلا او مش قادر ينزل البيت في الجو الساقع دوت. فاحنا بنحاول برضه نوفر له الامكانيات اللي موجوده في البيت، ان هو يقدر يعمل او يبني جسمه او يحافظ على صحته.
بأقل الإمكانيات اللي موجودة في البيت. هو طبعا من ضمن الفروقات الكبيرة قوي اللي ما بين الجيم وما بين البيت، أولا الأوزان، ثانيا المكان بقى والتريدميل والحاجات زي كده. دي حقيقة. لو افترضنا أن الشخص اللي عايز يمارس رياضة ما عندوش ولا تريدميل ولا عنده أي أوزان في البيت، ما عندوش غير مجرد مات زي اللي حضرتك مشكورة جبتها معك، تمام، ايه اللي يقدر يعمله؟ وهل ممكن يوصل لنفس او قريب من النتيجه اللي كان ممكن يوصل لها لو كان بيروح الجيم بانتظام، ولا صح. لازم هيكون في فرق بين الاثنين؟ انا هاخد من كلامك بس حاجه، نرجع بينا يعني 20 30 سنه ورا، تاكيدا بس لكلامك، يعني ان كان زمان ما كانش فيه ثقافه الجيمات، وكنا بسم الله ما شاء الله كنت بتلاقي اجسام وكنت بتلاقي صحه، وكنا بندخل بطولات زمان من 20 30 سنه، وكنت بتلاقي ثقافه الجيم اللي موجوده فوق السطوح لو تفتكر، اللي هو البار ومحطوط فيه اسمنت والكلام ده، وكنت بسم الله ما شاء الله فعلا، وده فعلا بسم الله ما شاء الله كنت بتلاقي اجسام وصحه. فمعنى كده ان الثقافه مش جيم بس، لا ده ثقافه ان انت تاخد الخطوه الاولانيه ان انت تبدا تعمل امكانيات متاحه ليك في البيت وتبدا تعمل، وعن طريق وزن جسمك، وده اللي احنا جايين نعمل بيه زي مبادره كده، ان انت يا جماعه ممكن تبني جسمك بوزن جسمك في البيت باقل امكانيات، انت بس محتاج مات، ممكن تستخدم كرسي، ممكن تستخدم ازايز ميه، ممكن تستخدم وزن جسمك، وده اللي احنا هنشوفه في بعض تمارين النهارده، وهتبدا تعمل سكادجول زي ما انت بتعمله في الجيم بالظبط. يعني مثلا انت كنت بتعمل مثلا جدول تمارين صدر وبايسبس، ظهر وترايسبس، شولدر، وبعد كده يوم رجلين، فده اللي هنبدا نعمله بالتدريج في البيت، ونبدا نحط برنامج للشخص يتمرن عليه وكأنه في الجيم بالظبط، على اساس ان هو مش قادر ينزل مثلا الجيم بسبب مثلا شغله، بسبب الجو زي ما احنا قلنا من شويه. لو عرفت تلمنا كل التمارين اللي انت ذكرتها دي في الفقره دي يبقى عسل جدا. طبعا ده كتير جدا، تمارين يعني كتير جدا، هحاول لكل عضله سواء كبيره او صغيره. هحاول طبعا ان انا ادي النهارده مثلا لو يكن صدر وهناخد عضلتين مثلا، عضله كبيره عضله صدر وبايسبس مثلا، بوزن جسمك نقدر نعملهم ازاي في البيت؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي ان شاء الله. يلا بينا. هنبتدي بايه الاول؟ طبعا مستر كريم الف، انت قلت في الاول كلمه مهمه جدا، احنا كنا بنستخدم التريدميل في الجيم، طيب ايه بديله بقى في البيت؟ ان احنا ممكن نعمل تسخين ورم اب عن طريق الجمبات، عن طريق الاسترتشات، عن طريق الورم اب للجوينت، المفاصل، المسل، الكلام دوت بالظبط. احنا نبدا مثلا نعمل حاجه بديله للتريدميل، احنا نبدا مثلا نعمل جمب على مشط رجلي لمده مثلا 30 ثانيه او دقيقه حسب ما انت تقدر، او الليفل بتاعك قد ايه، لو انت مثلا بيجنر او ادفانس. مثلا احنا قلنا نعمل مثلا جمب على مشط رجلي لمده دقيقه، اوكي خلصنا الدقيقه، بعد كده هبدا اعلي الجمب شويه، دي مرحله اصعب، كل دي بيشتغل على الجهاز الدوري التنفسي، انا بعمل ورم اب للجهاز الدوري التنفسي بتاعي، على اساس ان انت كده بتبدا تهيئ العضلات اللي انت تعمل عليها اي حمل. اوكي كده ابدا الليفل بتاعي يعلى شويه، كده ابدا اعمل جمب جاز، ابدا احرك ايديا مع رجلي، يبقى انا كده بشغل اللور اب اللور بودي مع الابر بودي، تمام. اوكي بعد كده بقى ممكن اعمل سكوات مع شولدر بريس، كل حاجه منهم نص دقيقه مثلا بالظبط، بيبقى نص دقيقه كده راحه. حلو. والشغل الورك اوت بتاعي بيبقى لمده دقيقه، دقيقه ونص، تمام، حسب ما انا هقدر اشتغل. بعد كده ببدا اعمل ورم اب للمفاصل، طبعا نصيحه ان انا ما اعملش استريتشات استاتيك قبل التمرين، نخلي الاسترتشات الاستاتيك بعد التمرين. طب ايه هي الاسترتشات الاستاتيك؟ اللي هي بتبقى من الثبات، يعني مثلا ما اعملش استرتشات ثبات زي اللي انا بعملها دي بالظبط قبل التمرين، نخليها بعد التمرين. طب اعمل ايه قبل التمرين استرتشات؟ اللي هي الديناميك من الحركه. اوكي. يعني كده مثلا بعمل استرتش لعضله الصدر اللي انا هشتغل عليها. بس من الحركه عشان ومن غير أقيها اي اوزان ولا بالزبط. اي حاجه. اقيها من الاصابات. تمام. اوكي؟ بعمل مثلا شولدر بريس برضه. او تبادل للمفاصل بتاعتي، مفصل الالبو اللي هو الكوع مهم جدا اللي بيجي لنا معظم اصابات منه، لو التنس البو او الجولف البو. أوكي. يمين شمال نفس برضو القصه في الدراع الشمال، وانت بكده تكون سخنت الجسم بالظبط كده. انا ابدا اشتغل لازم يعني اول جزء في جسمي ابدا اشتغل بيه عضلات البطن، هي عضلات السباين اللي هي الكور دي، بدام انا ابتديت بيها يبقى انا كده باقي جسمي برضو من اي اصابات اثناء التمرين. هبدا اعمل تمرين بس للبطن ده برضو في البيت عادي مش محتاج اي حاجه، تمرين الكرانش لازم رجلي تبقى متنيه، اللور باك يبقى على الارض، بطلع بصدري ونص طلعايه بالظبط، بطلع بصدري بس. يبقى هو ده
الجزء اللي شغال في البطن بس كده، انا ما شغلتش اللور باك معايا، يبقى كده اللور باك بتاعي سيفتي. تمام اوكي خلصت، ببدا اعمل بلانك. تمرين البلانك ده مهم جدا لمنطقه الكور. يا اخي يبدو تمرين سهل بس هو مش سهل جدا قبل وبعد، يعني قبل الاستخدام وبعد الاستخدام برضه سهل. ببدا افتح رجلي كده بمستوى كتفي، وكوعي بيبقى تحت كتفي، وابص على الارض واثبت دقيقه نص دقيقه دقيقه ونص دقيقتين حسب ما انت قدره الاستحمال تقدر تشتغل. أوكي. بس نصيحه تبقى اقل من دقيقه، المفروض دقيقة اوصل فيها لاخري بالظبط. اوكي اوكي كده احنا سخنا منطقه السباينا بتاعتي اللي هي منطقه البطن. ابدا اشتغل بقى تمارين الصدر والباي زي ما احنا قلنا، او التراي زي ما احنا قلنا. طيب اول تمرين صدر ايه؟ طب احنا في الجيم عندنا بنشتغل اللي هو الانكلاين الفلات الديكلاين. طيب بالعربي الانكلاين اللي هو عضله الصدر العلويه، هنشتغلها ازاي؟ انا اجيب معايا كرسي في البيت ده متاح برضو مفيش مشكله فيه، وابدا احط رجلي عليه بنفس المنظر ده كده وانزل كده. انا بشتغل عضله الصدر العلويه حلو، وايديا كف ايدي تحت البنج بتاعي بمستوى كتفي، بعمل 3 مجموعات في 15، يبقى انا اشتغلت عضلات الصدر العلويه. طيب الفلات، ابدا اشتغل برجلي وهي على الارض برضو كف ايدي بمستوى كتفي وبنزل تحت صدري وبرضو 3 ونظري للارض 3 في 15 برضو 3 في 15 تمام. يبقى انا كده اشتغلت عضلات الصدر الفلات او اللي هي المتوسط. طيب السفليه هشتغلها ازاي؟ يبقى العكس. اوكي رجلي هي اللي على الارض، جسم مستوي، شادد بطني، شو اللور باك، وبنزل ناحيه الكرسي، صدري بيلمس حرف الكرسي زي ما انت حضرتك شايف. اوكي يبقى انا كده بشتغل الجزء السفلي لعضلات الصدر. طيب عايز اشتغل منطقه الديبس اللي هي كنا بنعملها بالدمبل عشان اشتغل الجزء الوسطي او المتوسط لعضلات الصدر، اشتغلها ازاي؟ بقفل ايدي لكني ماسك تو دمبل بالظبط، دمبل اهو، وبنزل ناحيه صدري واطلع تاني، بنزل ناحيه صدري واطلع تاني، لو عرفت اطلع تاني بنزل هتطلع، هنفترض ان انا هطلع تاني كده. انا شغلت الجزء المتوسط او الداخلي لعضلات الصدر، يبقى انا كده اشتغلت 3-4 زوايا لعضلات الصدر وانا في البيت. طب هل ممكن يؤدوا نفس النتيجه اللي ممكن الواحد يحصل عليها لو كان بيلعب؟ هيؤدي نفس النتيجه لو انت كنت بتلعب عادي على بالبار وكده. بصوا حضرتك احنا اهم حاجه عندنا الاكل، ما دام احنا مدخلين نسبه البروتين المناسبه للجسم ونسبه الكارب المناسبه للجسم مع التمارين دي، يبقى احنا مينيمم هنضمن ان احنا حجم العضلات مش هينزل. اوكي نضمن اقل حاجه ان حجم العضلات مش هينزل، لكن طبعا لو احنا بنعمل التمارين دي واكلنا مش مظبوط لازم هنخس، ولازم جسمنا قصدي مش هنخس الدهون، هنخس شكل العضلات، هيبقى شكلنا مش حلو اللي احنا عايزين نوصل بيه زي الجيم. عشان كده انا بقول ايه، سواء رحت الجيم او رحتش الجيم لازم احافظ على نسبه البروتين ونسبه الكربوهيدرات ونسبه الدهون الصحيه اللي داخله جسمي، ده زي الديكسيون كده بتاع العربيه، ده مهم جدا. طيب عايزين نعمل مثلا تمارين ترايسبس زي اللي موجوده في الجيم بالظبط، هنعمل ازاي؟ اول تمرين هنداء ايدينا بكف ايدي كده بالظبط، ده اول تمرين، وانزل واطلع كده عضلات الترايسبس شغاله معايا بالظبط، بنزل واطلع. يعني هنعمل نفس الضغط بس احنا ضامنين الايدين على بعض 12 بالظبط، ده يخلي التراي هي اللي تشتغل اكتر بالظبط. ده بديل ايه بقى التمرين ده؟ بديل الكبس. اوكي كروس. تمام نفس الشكل اهو، انا بنزل بالظبط ضيق ايديا وبنزل، انا كده بلعب اكني بلعب تمرين الكبس كروس بالحبل. طيب التمرين الثاني، هستخدم الكرسي، وده تمرين مشهور جدا للترايسبس وممكن برضه اعمله في البيت سهل جدا، هداي ايدي بمستوى جذعي وانزل. اوكي ده برضه تمرين مهم جدا في البيت ممكن اعمله، وبيتعمل في الجيم برضه باوزان اسمه ديبس، ده بيشتغل عضلات الترايسبس. حلو ممكن تمرين ثالث، ده مكان تمرين اسمه سكال كاكشر بالبار الزجزاج. طب ده بديله هنعمله ازاي في البيت؟ ممكن نعمله وركبتي على الارض للناس اللي هي البيجنر اللي في الاول،
دي الطريقه الاسهل بالظبط. ده اكننا ماسكين الباجي الزجزاج وبنشتغل اوكي على الديسك في الجيم بالظبط. بس الفرق بيني وبينه ان انا بستخدم الامكانيات اللي في البيت الغير متاحه. حلو. طب الليفل اللي اعلى من كده من نفس التمرين بيبقى نفس التمرين بقى هطلع كده وانزل كده، انا عليت الليفل ونزلت لان جسمي كله بقى في الهواء وانزل وانزل. ده ليفل اعلى شويه او اصعب شويه كده. احنا اشتغلنا تمرين شيست تمرين ترايسبس. ده جدول مثلا النهارده عندي بنج وتراي مثلا او بنج وباي ومش قادر اروح الجيم اعمل ايه؟ احنا قلنا نعمل ايه واحنا في البيت؟ هو احنا عاده اليوم الواحد لو هناخد عضلتين لازم تكون عضله كبيره وعضله صغيره بالظبط، عشان اولا العضله الكبيره والعضله الصغيره لما يتلاقوا مع بعض اولا بيسهل عليك التمرين. ما ينفعش تلعب عضلتين كبار في نفس اليوم، ده برضو نصيحه للناس اللي بتروح الجيم، او يا اما تلعب عضله واحده بس. لكن عضلتين كبار اللي هم ايه والصغيرين اللي هم ايه برضو عشان نعرف؟ احنا ممكن بقى نقول العضلات الكبيره اول حاجه في المقام الاول عضلات الرجلين، دي اكبر عضلات في جسم الانسان يليها عضلات الظهر. بعد كده بيجي عضلات متوسطه زي الشيست وزي الكتف. العضلات الصغيره اللي هي الباي والترايسبس. طب انا عشان اظبط جدولي يا كابتن اعمل ايه؟ لو انت في الاول انصحك تعمل عضله واحده بس في اليوم عشان تقدر حتى تفوكس عليها تركز عليها تبدا تشتغلها صح. طيب ابدا اعمل ايه؟ تبدا اوزان خفيفه تكرارات عشان تعلي الانديورنس اللي هو قوه التحمل عندك. بعد كده بعد فتره شهر شهر ونص تبدا تعلى بالاوزان. طيب بعد كده اعمل ايه لما ابقى ادفانس؟ تبدا تعمل عضلتين ازاي؟ بنج وباي مثلا، ظهر وتراي، كتف لوحده، رجل لوحده. وبالتالي طبعا احنا النهارده شفنا البنج والتراي ممكن تلعبوا ازاي في البيت من غير اي امكانيات، وممكن تبني عليهم جسمك بطريقه اكل مظبوطه، دخل بروتينك مظبوط، دخل كربوهيدرات، دخل دهون صحيه، مالتي فيتامين كويس، هتلاقي نفسك انت جسمك ابتدى يبني وانت في البيت باقل امكانيات. حلو جدا. حضرتك ممكن لو في وقت تاني ممكن ناخد عضلات تانية، يعني مثلا لو هناخد الرجلين، طب نعمل ايه يا كابتن في الرجلين في البيت؟ طب ما احنا فيها اوكي يعني الرجلين سهله جدا وبسيطه برضه. انا عندي رجلين اهم حاجه طبعا السكوات، وممكن استخدم اي حاجه في البيت بقى، ازايز ميه لو انا عندي مثلا مخده تقيله امسكها. يعني مثلا هلعب سكوات افتح رجلي بمستوى كتفي، وده برضه من التمارين اللي ممكن اعملها في البيت باي وزن. طبعا النفس مهم جدا، وانا نازل اخد النفس وانا طالع طلع النفس من بقي. طيب اي اعمار ممكن تعمل التمارين اللي احنا بنعملها؟ اي اعمار. الفاصل بيني وبين اي حد الاداء الصح. اوكي. من سن 8 سنين لحد 60 70 سنه، الفاصل ما بينهم الاداء الصح. اي حد يعمل التمرين غلط، اي حد سواء سنه صغير او كبير يتصاب. على ذكر الثمان سنين، في ناس بتسال على ولادهم يقدروا يبتدوا يروحوا الجيم ابتداء من سن كام؟ لان في موروث كده ان الجيم يعني للاعمار الاصغر مش كويس. في ابحاث طبعا طلعت من فتره طويله كانت قايله ان الاثقال للاطفال غلط. طبعا في ابحاث طلعت بعديها نفت الموضوع دوت. احنا ممكن نعمل اثقال خفيفه جدا من وزن 2 كيلو ل 3 كيلو. طبعا قبلهم بيبقى في ريزيستنس اللي هو بالحبل الاستيك. بنستخدمه في التمرين قبل ما نوصل للمرحله الاوزان اللي هي 2 3 كيلو للاطفال. ولازم نفرق هنا بين الاطفال اللاعبين والاطفال اللي مش بيلعبوا حاجه. يعني مثلا انا عندي طفل 10 سنين ولعب مثلا كاراتيه مثلا، ودول بيبقوا معايا في النادي بيتمرنوا كاراتيه بس عايزين يزودوا الفيتنس بتاعهم. دول بييجوا الجيم بيتمرنوا وبيرفعوا اثقال بس من 2 3 كيلو وممكن ماشين معين. طب والطفل العادي؟ لكن الطفل العادي يستحسن بدل ما هو عايز يعمل يبدا حياته يبدا يلعب رياضه، ممكن يدخل الجيم مع مدرب يبدا يشيل اثقال معينه 2 3 كيلو بتمارين معينه. ابتداء من سن كام بقى؟ من سن 8 سنين. من 8؟ من 8 سنين. انا تخيلتك هتقول من 13 من 12. لا لا لا، احنا عندنا من 8 سنين لحد 10 سنين ممكن يدخل الجيم عادي. احنا بنقول لك معانا اطفال بنعمل لهم بروجرام من 2 كيلو 3 كيلو اساتك وزن جسمهم زي ما كنا بنلعب من شويه. أوكي. الحاجات دي هي المتاحه ليهم، لكن طبعا السن ده مش هدخله الجيم وادي له اثقال ثقيله، لا طبعا استحاله. بس مهم ان هم يمارسوا رياضه جدا من المرحله جدا السنين. جدا. انا يعني كشخص انا دخلت الجيم من وانا كنت في اولى اعدادي كنت مثلا 12 سنه او حاجه. فابتديت حياتي ان انا ابدا اخد الجيم، كنت بشيل بار فاضي، ابتديت اشيل 2 كيلو 3 كيلو لحد ما جسمي خلاص بقى لايف ستايل بقى خلاص. ده بالنسبه له هرمون السعاده زي ما بيقول. تمام. طيب انت عندك تمارين ثانيه ولا يعني ممكن ناخد تمرين ثاني لرجل مثلا؟ من التمارين المهمه جدا بالذات للسيدات تمرين اللانجز عشان بينسق شكل الرجل وبيشد الرجل والمؤخره طبعا. ده تمرين لانجز برضه ممكن ناخد اسيستين ميه
واشتغل هو نفس التمرين اللي في البيت. ده ممكن يعمله اربع مجاميع في 12 تكرار. ده من التمرين مهمه جدا للرجلين. اخر تمرين للرجلين اللي هو قلب السمانه، ممكن امسك برده اي وزن في ايدي، الاوزان دي يا جماعه ممكن اجيبها في البيت ازاز ميه عادي واطلع مشت رجلي اثبت ثانيتين وانزل. دي معظم التمارين الرجلي المهمه جدا اللي ممكن اعملها في البيت. جميل، تعال بقى ايه نكمل كلامنا، لان برده من ضمن الحاجات اللي ممكن تلاقيها بتخطر على بال الناس، هو انا ما ينفعش امارس رياضه غير بعد ما اكون كلت بقد ايه؟ ده كلام مظبوط جدا، وده هيودينا بقى الاكل هيبقى عامل ازاي طول اليوم. ماشي. طيب احنا ممكن مثلا افضل وقت، وده فعلا ابحاث العلماء يعني اتجمعوا عليه، افضل وقت لممارسه الرياضه هو فتره الصبح. فتره الصبح ان انا اصحى مثلا ممكن اصلي الفجر مثلا او اخد النشاط بتاعي، وبعد كده كوبايه قهوه مع موزه او موستين وابدا امارس الرياضه بتاعتي، لان دوت لسه بيبقى بتبقى فاضيه، وفي نفس الوقت انت جسمك وهرمون التستوستيرون عندك عالي جدا، وهرمون الجي اتش اللي هو جروث هرمون عالي جدا، بيبقى هرمون الحرق عندك عالي جدا، فده بيساعدك اول حاجه يخليك ادائك احسن، وفي نفس الوقت الحرق بتاعك اعلى، فده افضل وقت ليه اللي انت تمارس. يعني الفايده اللي ممارسه الرياضه صباحا احسن من صباحا. المساء، يعني في ناس بتروح بالليل الساعه 10 11 بالليل. اوكي، وبالذات الناس اللي بتشتغل، يعني انا طبعا يا كابتن انا برجع من الشغل متاخر بالليل. يبقى انت افضل ليك وقت ان انت تتمرن قبل ما تروح الشغل. ليه بقى؟ اولا يبقى انت عملت اللي احنا قلنا عليه من شويه، اللي انت تحرق كويس وهرمون التستوستيرون بتاعك عالي، فانت هتلاقي حتى ادائك في التمرين افضل، وفي نفس الوقت انت كده استفدت اللي انت خلاص خلصت الورك اوت بتاعك، فبتروح فايق نشيط الشغل، فبتلاقي ادائك في الشغل حتى احسن من وانت لما ترجع من شغلك، ولو اقنعتك وحلفت وفزت راسك انت تروح الجيم بعد الشغل عمرها ما تحصل، تبقى هلكان جسمك همدان، فبتبقى ادائك في التمرين مش طب. ده بالنسبه للصحيان بدري وقبل الفطار. لا، لو احنا مثلا حد عايز يمارس رياضه وقت الظهريه بعد الظهريه، ده بيبقى الفئه لازم يكون واكل قبلها. دي بتبقى الفئه بتاعت الشباب بقى. دي بيبقى لازم ياكل قبل التمرين حاجه فيها كربوهيدرات كويس. أوكي. قبل التمرين بساعتين. ليه كربوهيدرات وليه قبل التمرين بساعتين؟ كربوهيدرات بيخليك نشيط، بيديك باور ممتد المفعول عشان بيحرق منه. دي نقطة. النقطة التانية أنت بتخليك زي ما تقول كده هضمت خلاص، المعدة بتاعتك هضمت الأكل، فأنت ستاند باي اللي أنت ممكن تأدي أي ورك أوت. زي إيه؟ ممكن مثلا عندك شوفان. من الوجبات المهمة جدا والمفضلة جدا لجسم الإنسان، لأن هي كومبليكيتد معقدة. يعني إيه معقدة؟ يعني بتقعد طول اليوم بتديك باور. حلو. ممتدة المفعول زي ما بيقول. حلو. البطاطس المهروسة، الرز او المكرونه مسلوقين بميه بلاش زيت عشان خاطر برضو السمنه، عندك البطاطا، عندك الموز، كل دوت كربوهيدرات. كل ده قبل بساعتين بالظبط. بعد التمرين لازم اخد وجبه فيها بروتين لازم. ليه بقى؟ لان انت خلاص انت عملت عمليه هدم الانسجه العضليه، فانت محتاج تبني، محتاج تبني، فانت لازم تاخد مكانها حاجه اللي بيبني، اللي هو الطوب بتاع البيت. ايه الطوب ده بقى؟ اللي هو البروتين بتاع العضله. هو للاسف نظرا لان القماشه بتاعه الموضوع اللي بنتكلم فيه عريضه كبيرة شويه، صحيح. اعرض بكتير من مساحه الوقت المتاحه لينا، بس على الاقل يعني انت افدتنا جدا بجد والله. ده شرف ليا، واكيد للحديث بقيه وللتمارين بقيه. اكيد اكيد كده برضو. اكيد نورت الدنيا كلها. كابتن محمود بنشكرك على وجودك معانا. كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال بالنادي الاهلي فرع الجزيره. هنطلع فاصل ونرجع بقى عشان نستقبل الاستاذ ايمن جلبرتو وحديث مطول على كرة القدم. اتفضل. مرحبا بيكم في الفقرة الأخيرة اللي هنتكلم فيها زي ما نوهنا في بداية الحلقة عن ملفات عديدة، بنتكلم طبعا قاريا وعالميا، عندنا ماتش السوبر يوم الأربعاء، كمان عندنا ملف أمم أفريقيا اللي ما بينتهيش بصراحة، ومصير الدوريات كمان في أوروبا، كل ده مع الأستاذ أيمن جلبرتو مدير تحرير يلا كورة. صباح الفل. صباح الفل عليكم. لسه مش صاحي اصلا. هيصحى معانا في الكلام يعني. بص تعالى نصحصحه في البدايه بملف تاجيل امم افريقيا. وامبارح طبعا زي ما انت عارف اكيد كان في اجتماع عاصف في المكتب التنفيذي لاتحاد الكره. ايه رايك في الجدل اللي حاصل ده ما بين مؤيد ومعارض؟ طبعا هي المشكله الاساسيه كلها ان الكاميرون يعني بقى لها كذا سنه عليها جدل كبير، هل هتقدر تستضيف ولا لا. البطولة قبل كده اتسحبت وراحت ما بين مصر وجنوب افريقيا، ومصر اللي نظمتها. طبعا امم افريقيا توسعت بقت 24 منتخب بدل 16، فده بيتطلب ملاعب اكبر للتدريب وملاعب تتوفر في البلد نفسها للمباريات وفنادق، يعني بتحتاج يعني شغل اضافي طبعاً. مع ان الكاف جه فترة قال ان البطولة نفسها هتتلعب في الصيف بدل الشتاء، طبعا ده عشان خاطر انديه اوروبا
بتعترض على فكره الشتاء وان اللعيبه بتاعتها بتسيب عدد كبير من المباريات. فجي ان الكاميرون قال لك ان الوضع في الصيف هيبقى صعب بالنسبه لها فننقلها الشتاء. فجي الاعتراضات دلوقتي على موضوع الشتاء فبيحاولوا يدخلوا موضوع كورونا. جه الفيفا راح مبوظ الدنيا لما اعلن مواعيد كاس العالم للانديه وقال هي دي المواعيد المتاحه. ظهرت مشكله الاهلي فالموضوع فيه تضارب كبير. انديه اوروبا هي الاساس ان هي الفكره ان هم مش حابين ان اللعيبه تخرج من الدوريات والانديه عشان تروح تلعب كاس الامم. الفيفا بيحاول ان هو ما بين كاس العالم الانديه ميعادها يفضل مستقر وما بين يرضي او يعني يدي زي حاجه لانديه للدوريات الاوروبيه عشان بعد كده لما يجي يعمل القصه بتاعه كاس العالم كل سنتين يبقى فيه مرونه. فطبعا كل ده الاهلي في النص هو طبعا دخل في الازمه يعني من غير ما هو يكون اصلا طرف فيها. بس دلوقتي لو حصل خلاص واتنظمت كاس الامم الافريقيه دلوقتي هنعمل ايه؟ الانديه الاوروبيه هتعمل ايه؟ هتوافق ان لعيبتها تروح ولا لا؟ هيبقى في صدام ده اكيد، ولكن الكاف دايما بيبقى حاطط زي رولز معينه. لو النادي رفض مثلا ان هو يعني لو هندي مثل على مصر، مصر بعتت لليفربول ان هي عايزه محمد صلاح، لو ليفربول قال لا مش هنبعت محمد صلاح هتبقى هنا مشكله ان ليفربول وفقا للقواعد او الرولز ما ينفعش اصلا يلعب محمد صلاح طوال الفتره بتاعت مشاركه مصر في كاس الامم، ولو لعبه يبقى في مشكله. فهنخش في جدل كبير نتكلم بقى في عدد كبير من اللعيبه. بس يحق ليه ان هو يروح؟ يعني دي النقطه الفاصله، يحق للاعب هنا ان هو يروح. ما هو اللاعب لو ناديه رفض هيبقى في مشكله. هل هي يعني النادي بتاعه قال له ما تسافرش هيبقى في مشكله. فهي دي اللي انا اقصده ان هو هيبقى في زي صدمات ما بين اللعيبه والانديه. طب اللعيب ممكن في لعيبه تقول طب خلاص احنا هنعتذر للمنتخبات، فده هيحط اللعيبه نفسها في وضع حرج طبعا مع الجمهور بتاع المنتخب. فهيبقى الوضع صعب جدا. طبعا لان هي المشكله كلها ان البطوله في الكاميرون عدم الانتظام ما بين هي هتلعب في الصيف لا هتلعب في الشتاء. هي كان المفروض 2021 لا تتلعب 2022. اي تاجيل لو بقت لو اتاجلت للصيف هنرجع لنفس المشكله. طب ما هي كانت كده في الصيف. ما هو مش كده كده الفتره دي بصفه خاصه في اوروبا كلها نظرا طبعا ل ان الكورونا بمستجداتها بمتحوراتها الدنيا مقلوبه هناك. ف يعني حتى ممكن يبقى وارد الغاء بعض الدوريات زي ما حصل قبل كده في 2020. يعني اعتقد ان فكره الالغاء دي في 2020 دي كانت الاستثناء، وحتى في 2020 اللي لغوا دول بسيطه قوي اللي لغت. لو تفتكر الدوري الانجليزي جه كمل، الالماني كم، الدوريات فرنسا لغت كملوا كلهم من غير جماهير بالظبط. فدلوقتي لا، ده احنا حتى دلوقتي انجلترا بيأجلوا ماتشات، ولكن الماتشات اللي بتتلعب بجماهير كامله، لان بيقولوا الجماهير اللي بيحضر الماتش هو واخد اللقاح ثلاث جرعات، واللي مش واخد اللقاح بيعمل البي سي ار قبليها ب 48 ساعه. المشكله في اللعيبه والاجهزه الفنيه، لان في لعيبه رفضت ان هي تاخد لقاح فيروس كورونا لاسباب مختلفه، ودي عامله مشاكل كمان في الانديه ان هم مش قادرين يعني عايزين حتى يعملوا حاجه تجبر الناس او تجبر اللعيبه ان هي تاخد اللقاح. فدي في اوروبا بيلعبوا، فلو هتيجي تقول طب هنروح الكاميرون مش هيلعبوا عشان كورونا. فالموضوع كله دلوقتي يعني عشان طبعا الناس كلها تبقى واخده بالها، هو خلاص في مرحله الحسم. ايه الخطوه الموجوده حاليا؟ ان رئيس الاتحاد الافريقي رايح الكاميرون، هيقعد مع الناس في الكاميرون مع صامويل ايتو، وهو ده المخرج الوحيد سواء يقدر يقنعهم كرئيس الكاف بوجهه نظر الفيفا في التاجيل البطوله، ولا صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني الجديد يقدر بقى ان هو حاليا بيحاول يحشد، يعني هو قدر ان هو يحشد المكتب التنفيذي بشكل او باخر الناس في الكاف، وفي رفض بالاجماع على تاجيل البطوله. كل المعلومات الوارده ان اللي بيحاولوا موضوع التاجيل هم اعضاء المكتب الافارقه، اعضاء المكتب التنفيذي في الفيفا، ولكن اعضاء مكتب التنفيذي بتوع الكاف نفسهم في رفض بالاجماع. فهي المعركه خلال الايام اللي جايه، هل في رئيس الكاف هيقدر يقنع الكاميرون باي حل لتاجيل البطوله في الصيف؟ هنبقى نفس المشكله بتاعت لما اتاجلت للصيف. لو اتاجلت للشتاء اللي جاي هنضطر ان احنا في بطوله الكاميرون اصلا اللي هي 2023 هتتلغي. يعني هتتلغي ولا ايه؟ لا عشان تلغي بطوله ده صعب، لكن هي هتقول ايه هنلعبها في 2023، يبقى ده معناها ترحلي كوت ديفوار 2023 ل 25 وفيلم كبير كده يعني. فهنشوف، احنا مستنيين. المهم ان الاهلي للاسف في كل الموضوع ده هو اللي متضرر والموضوع مش بايده، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل. يعني
بالظبط. انا هاخد برضو من الموضوع ده اروح شويه للعيبه الدوليين بتوعنا، ولو هنتكلم عن طبعا مصر تونس المغرب، بس انا هركز على مصر كمشاركتهم برضو في كاس العرب. هل انت بتشوف ان خرجوا منها يعني في نتائج سلبيه ولا نتائج ايجابيه؟ وانا بتكلم كمان على الشق النفسي، يعني ان احنا شفنا قد ايه كان في برضو حاجات غريبه او يعني بعض النقاط اللي عليها علامات استفهام اللي كانت بتحصل. طبعا هي ابرز مشكله اللي كل الناس اتكلمت فيها مشكله محمد مجدي قفشه، لانه يعني واضح للجميع ان كارلوس كيروش مش معتمد عليه او شايف من وجهه نظره ان قفشه مش مناسب لطريقته، فدي اكيد فيها مشكله للاعب ان هو يبقى موجود وحاسس ان هو ملوش دور، خصوصا لعيب زي قفشه احد افضل اللاعبين في الدوري المصري، ما كانش هو افضلهم في الموسم الماضي يعني. طبعا محمد شريف ما بين سترايكر ولا جناح، فاكيد دي من الحاجات السلبيه اللي هي بالشكل المعنوي، ولكن دي اكيد الجهاز الفني للنادي الاهلي يقدر يتعامل معاها بشكل، ولكن هي المشكله الرئيسيه هي الجانب البدني. حتى الجانب النفسي لو هنتكلم عمرو السولية او المنتخب حقق المركز الرابع، دي امور في الكوره طبيعيه يعني، وارد بتخسر مباراه، بتبقى مش موفق في مباراه وموفق في مباريات اخرى، ولكن هي المشكله الابرز حتى لو الناس ركزت في اللايف بتاع الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، موسيماني بيتكلم مع اللعيبه، هو بيسالهم على اول حاجه بيسالهم انت كويس، رجليك كويسه، قادر. فهو ده ليه؟ لان الشناوي تعرض لاصابه وكان لعب كل الماتشات، حمدي فتحي تعرض لاصابه خلال البطوله ولعب لحد الاخر، عمرو السوليه لعب كل الماتشات وكل 3 ايام ماتش غير الدوري، ففي ارهاق جامد جدا، في اصابات. النهارده طبعا النشره بتاعت النادي الاهلي كلها اشاعه المجدي قفشه، اشاعه الاكرم توفيق، ايمن اشرف، لازم الاطمئنان. فالموضوع صعب جدا، بتتكلم في 5-6 لعيبه من الاعمده الرئيسيه، ولكن يعني بنقول الحمد لله قائمه النادي الاهلي قائمه متنوعه، المجلس الاداره عمل تدعيمات مميزه جدا، ان شاء الله لو في لعيب غايب الموجود مكانه هيأدي بنسبه 100%. بالمناسبه رايك ايه في اداء لعيبه النادي الاهلي الدوليين يعني مع منتخباتهم طبعا زي تونس والمغرب؟ يعني لو بنتكلم علي معلول، هو طبعا اول مباراه لعب شوط وواضح ان هو كان متاثر شويه بالاصابه فما كملش، ولكن لما نزل في المباراه النهائيه الشويه اللي لعبهم اطمنا عليه ان هو سليم، وكمان يعني هو حرك الدنيا، كل الهجمات تقريبا بتاعت تونس في الفترة اللي كانوا بيحاولوا يتعادلوا فيها مع منتخب الجزائر كانت عن طريق علي معلول، ولكن المنتخب التونسي لم يحالفه يعني التوفيق. بدر بنون طبعا بسم الله ما شاء الله في البطولة بشكل عام عامل أداء جيد، واحد يعني مدافع وجايب تقريبا ثلاث أهداف، منهم هدف مباراة الجزائر يعني كان، وهي مباراة قوية جدا طبعا. كمان كان بدر بنون عنده باد لك في اخر كام مباراه مع الاهلي، لما بيجي ينفذ ركله جزاء بتتصد او بتضيع، في البطوله دي استعاد تاني فكره ان هو مسدد جيد لركلات الترجيح. فلا بدر بنون الحمد لله اطمنا عليه في البطوله، علي معلول اطمنا ان هو الحمد لله سليم. لعيبه منتخب مصر المشكله زي ما قلنا كلها تتعلق بالاجهاد، ان شاء الله اليومين دول مع الامور في قطر طبعا والاستشفاء هناك كل حاجة على أعلى مستوى، نتمنى إن شاء الله كل اللعيبة تستعيد وكله يبقى جاهز لمباراة السوبر إن شاء الله. بس احنا هنتكلم في كذا حاجة مع بعض وهنرجع ونروح يعني زي ما احنا متعودين. النهاردة القايمة بتاعت المنتخب كيروش يعني أعلن عنها، زي ما احنا عارفين 40 اسم، بس طبعا في 12 هيتم استبعادهم، مع 25 زائد الخمسه اللي هم عشان اصابات كورونا هنبقى 28. كلام جميل. طيب ايه هي الاسامي او مين الاسامي اللي انت شايف ان هي ظلمت ان هي لم تنضم لهذه القائمه؟ يعني مش هنقدر نقول ظلمت، ولكن من خلال وجهات نظر المدرب يعني مثلا لاعب زي حسين الشحات كان ممكن يبقى موجود حتى في القائمه المبدئيه كاوبشن، بما ان طريقه اللعب بتاعت كيروش تعتمد على شويه لعيبه فيها اجنحه ولعيب صاحب خبرات، بنتكلم طبعا عن لاعب ممكن بحجم طارق حامد برضو لعيب جيد في مركزه كان ممكن يبقى ليه دور، ولكن في النهايه هي وجهه نظر مدرب يجب ان تحترم، ده مفروغ منه، بس احنا بنتكلم بنشوف الاداء. يعني في ناس فعلا انضمت، احنا لسه كنا بنقول انا وكريم ده في الانترو، في ناس انضمت كنا فرحانين بيهم جدا وادوا فعلا على الارض بشكل كويس، بس ما كانوش ضمن اسامي القايمه، فاحنا مجرد عايزين يعني نفهم الفكرة نستفهم. الفكره يعني بوضوح ان القايمه اصلا مبعوثه قبل كاس العرب. يعني كيروش نفسه في المؤتمر الصحفي اللي قبل السفر لقطر هو قال احنا بعتنا 40 اسم قايمه مبدئيه، بس طبعا ما قالهمش، قال احنا بعتنا ال 40 اسم القايمه المبدئيه بتاعت افريقيا مش هنقدر نغير فيهم الا الاسباب، ما هي في مواعيد
ايوه فهو الميعاد كان وقتها لازم يبعت. هو الاعلان دلوقتي طبعا ده هو اعلان متاخر لان ممكن يكون ما حبوش يعلنوا وقت كاس العرب عشان لان في كمان اختلافات كبيره. طبعا في مشكله كان وقتها لاعبي نادي بيراميدز كان عندهم ماتشين فتم استبعادهم من البطوله العربيه، فلو كان هياخد 5 أو 6 من بيراميدز هو عوضهم بعدد تاني من لعيبه من انديه اخرى، يعني مثلا الكلام على حسين فيصل ان هو مش موجود في قائمه امم افريقيا. هو اصلا لو كان في لعيبه بيراميدز موجوده مع في كاس العرب كان ممكن وارد جدا حسين فيصل واسامه فيصل واكثر من لاعب ما يكونش اصلا موجودين في قائمه كاس العرب، فدي كانت فرصه ليهم. فهي القائمه مبعوثه من قبل كاس العرب، فاي حد حتى لو كان خد احسن لعيب في كاس العرب يعني كانش فيصل ده نفسه كان كويس جدا يعني، بس ناس كتير قالت لك خساره يعني. هم 40 لعيب هيبقوا 28 فهيفضلوا القوام الاساسي. في النادي الاهلي في 8 لعيبه طبعا، يعني لعيب محمد هاني ما كانش موجود في كاس العرب متواجد في القايمه، فده برضو واضح ان هو كان في الحسابات، واكيد ممكن تدي له فرصه ان هو في المباريات اللي جايه تالق عشان يبقى موجود في كاس الامم. طب انت شايف المنتخب بوضعه الراهن مطمئن بالنسبه لك انت شخصيا بالنسبه للي جاي امم افريقيا وتصفيات المؤهله لكاس العالم الى اخره؟ هو المشكله ان حاليا في كلام كتير على المنتخب، وده هو ده اللي عامل مشكله. ليه الكلام الكتير؟ لان زي ما بنقول طريقه المدرب هو بيلعب بطريقه معينه باختيارات معينه بتحس ان فيها اختلاف عن طبيعه اللعيبه دي في انديتها. يعني زي ما بنقول محمد شريف الناس كلها متعوده ان هي بتشوف سترايكر بيشوفوه جناح، فحتى مع المنتخب مش افضل حال طبعا. نفس الامر ان هو عشان في طبعا في كاس العرب كان في تجارب كتير ولعب في بعض المراكز فالناس مشتته، فهنا جاء الانتقاد. هو كاس الامم الافريقيه هو ده اللي احنا هنشوف فيه المفترض شكل المنتخب اللي هو الاساسي او الاداء اللي هو ده المفروض ان كيروش استقر عليه عشان خاطر الماتشين بتوع مارس. كاس الامم مهمه جدا. هو حتى كيروش قبل كاس العرب كان بيقول يعني في المؤتمر فيما معناه كاس الامم طبعا بطوله مهمه يعني. ولكن انا بالنسبه لي الحلم الاساسي كاس العالم، ولو خيرت الناس ما بين كاس الامم وكاس العالم اكيد ناس تقول لي كاس العالم، ولكن هو ما يعرفش ان الناس هنا بمجرد مش عارف بمجرد ما كاس الامم جنب منه بمجرد ما كاس الامم هتبتدي زي كاس العرب الناس مش هتقول لا احنا عايزين كاس العالم، لا الناس هتقول احنا عايزين دلوقتي كاس الامم. وقائمه منتخب مصر هنتكلم قائمه منتخب فيها 8 محترفين وعندك لعيبه من النادي الاهلي وعندك لعيبه من نادي الزمالك اللي هم الافضل في افريقيا حاليا. النادي الاهلي بطل افريقيا سنتين متتاليتين وثالث عالم للانديه، فالنهارده اكيد مش الجمهور او الشعب المصري مش هيقبل ان يلاقي فريقه بيخرج من دور ال 16 مثلا زي نسخه 2019، فهنا هيبقى فيه مشكله كبيره. فنتمنى ان كيروش يكون جرب براحته في كاس العرب، شاف اللي شافه، شاف ان اللي هو مثلا بيلعبه جناح مش هينفع جناح لازم يلعبه سترايكر او لعيب او وسط الملعب عنده لو في مشكله يبقى هو حله. الجانب الدفاعي بتاعنا او الثبات بتاع المنتخب موجود وفي شكل الى حد ما للمنتخب، ولكن الجزء الامامي بتاع المنتخب الهجوم ده في مشكله كبيره. نتمنى بقى مع وجود المحترفين الامور دي تتصلح. هو ما فيش اوبشن تاني خلي بالك، ما فيش رفاهيه يعني الموضوع ده يعني في الاخر المنتخب ولازم يعني الناس كلها مجرد ما مصر طبعا. اول ماتش هتلعبه كله يعني هيبقى متاثر ومحتاج ان مصر تكسب البطوله يعني. على كل حال احنا لسه كلامنا ما خلصش، هنروح فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل. اهلا بيكم مره ثانيه عوده لضيفنا العزيز اللي منورنا استاذ ايمن جلبرتو. وعايزين بقى برضو ايه قبل ما الكلام ياخدنا برضو نشوف ايه الاجواء من وجهه نظرك بالنسبه للسوبر الافريقي، ومين الاكثر استعدادا سواء كان بدنيا او نفسيا، احنا ولا الرجاء؟ يعني تقريبا الاستعدادات متساويه. طبعا كاس العرب جت في النص كده، فطبعا الانديه كل نادي خسر بعض لعبته كده عشان خاطر البطوله، ولكن نقدر نقول ان الاهلي عموما هذا الموسم يعني افضل من ناحيه الصفقات، افضل من ناحيه النتائج. الرجاء يمكن كان عنده بعض المشاكل في على مدار يعني الموسم او الفتره الاخيره، وبرده استغنى عن بعض اللاعبين طبعا ابرزهم رحيمي لما راح الامارات. لكن تبقى هي مباراه كبيره ما بين بطل دوري ابطال افريقيا وبطل الكونفدراليه. الرجاء نادي صاحب تاريخ، اكيد عندهم فلسفه معينه، اكيد هيبقى حابب ان هو يضيف لقب قاري جديد. لكن نادي الاهلي دوافعه طبعا اكبر، فكره ان دلوقتي اللقب رقم 24 ده حاجه مهمه جدا تسويقيا ومعنويا، وحته النادي الاكثر نجاحا في العالم دي
لما الاهلي قدر في 2014 ان هو ياخد اللقب ده من ميلان اللي هو اصلا يعني صناعه اوروبيه زي ما بنقول كده ميلان، فكان حاجه جميله جدا وتسويقيا حتى بتعمل رواج جامد جدا، فده حاجه كويسه دايما الناس بتربط الاهلي بيقرب من ريال مدريد الاهلي وهكذا، مع ان ريال مدريد اوروبيا نتمنى ان هو يخرج بدري بدري ان شاء الله في الفتره اللي جايه يعني، فدي كلها امور جيده. كمان بتبعد بقى اللقب العاشر في السوبر الافريقي، يعني انت فرق الضعف عن اللقب الثامن، انت فرق الضعف عن نادي الزمالك لو اربع القاب، بعد كده مازيمبي ثلاث القاب، بتبعد بتصنيفك الافريقي، حاجات كتيره جدا كمان معنويا للعيبه ان هي لما ترجع تاخد بطوله قبل الدوري، وبعدين هيبقى في ماتشين لو بطوله افريقيا اتلعبت فخلاص، فكل دي معنويا بتبقى جيده وللنادي وكل حاجه قبل كاس العالم للانديه. فان شاء الله يعني نتمنى ان النادي الاهلي يكون في حالته، نستغل الارض الجميله في الملاعب الجميله في قطر، جمهور يعني تقريبا جمهور الاهلي حجز كل التذاكر بتاعت المخصصه، يعني جمهور الاهلي وارد يتم طرح تذاكر اخرى لجماهير الاهلي، فكل دي هتبقى عوامل ان شاء الله ان شاء الله تساهم وتسهل ان الاهلي يبقى هو بطل السوبر يا رب. بس عوده الجماهير دي حاجه اكثر من رائعه، نتمنى كمان احنا عندنا دلوقتي بدا تدريجيا بس نتمنى نرجع نشوف المشهد الحقيقي بتاع الجمهور وهو مالي يعني المدرجات، دي حاجه اعتقد بتسعدنا وبتسعد اللعيبه، يعني روح اللعيبه اصلا نفسهم بتختلف، فكره هنا التشجيع حاجه بص مش هتتعوض طبعا. شفنا المطار نفسه الناس وهي موجوده اللعيبه واقفه، مشهد كان جميل بصراحه، بتتفرج على الجمهور وبتسمع الهتافات، فنتمنى طبعا في مصر ان الاعداد تبقى اكبر، ولكن حاليا لو قطر وبعد كده ان شاء الله لما النادي الاهلي يروح الامارات ولسه اوضاع مختلفه يعني طبعا. خلينا بقى نروح للدوريات في اوروبا، وزي ما احنا شاهدنا مؤخرا في اصابات وتاجيلات وحاجات زي كده، هل ممكن من وجهه نظرك مثلا يحصل تاجيل تاني وزي ما حصل بالظبط في 2020 شفنا يعني حاجه غير مسبوقه، هل ممكن يحصل ده تاني؟ يعني اعتقد لو مقارنه ب 2020 هيبقى صعب يعني ده محتاج يعني حدث كبير، ما هو عندنا خلاص لسه المتحور الجديد ما تعرفش يعني لا يعني هم حتى طريقه التعامل، انا يعني انا بشوف في انجلترا الماتشات اللي ما بتتاجلش بتتلعب بجمهور كامل العدد، فهو لو عنده نيه ان هو يوقف البطوله كامله طب على الاقل تدريجيا يقلل اعداد الجماهير او يخلي الماتشات بدون جمهور بشكل مؤقت، ولكن هم بيعتمدوا على فكره ان الجمهور واخد اللقاح الجرعات الكامله وبيعملوا البي سي ار، لكن اللعيبه نفسهم زي ما قلنا في اول الحلقه ان هم مش كلهم واخدين لقاح كورونا، حتى كلوب كان ليه تصريح اثار الجدل قال احنا بعد كده ممكن لما نفكر احنا بنضم اي لعيب لليفربول موضوع اللقاح ده ممكن يبقى اساسي، ان نتاكد ان هو بياخد اللقاح والجرعات التنشيطيه بشكل سليم، ولا من اللعيبه اللي رافضه، لان ده هيكون في مشكله لانه بيعمل مشكله لباقي الفريق، فاعتقد ان الموضوع هيفضل ماشي بس شويه كده ان هم ياجلوا ماتشات في ماتشات لحد ما الامور ترجع تستمر، لان ما حدش عنده استعداد يخسر فلوس تاني للامانه. ما طلع يعني بس في اوائل ظهور الكورونا لما طلع رئيس الوزراء البريطاني وقال لك ما معناه ودع اهلك ودي النهايه وحاجات زي كده، احنا قلنا الدوري هيتلغي، ما زي ما نقول ايه كل حاجه ليها حسابات تانيه، احنا ممكن زي ما نقول ايه هنلغي، لكن لما نيجي نقعد على الترابيزه ونحسبها بالورقه والقلم طب ناجل ناجل بالظبط كده. هم في انجلترا حتى في انديه بتطلع، يعني تشيلسي قبل مباراته امبارح كان طالب ان هو ياجل المباراه قالوا له لا، هم بيشوفوا حجم الاصابات عامل ازاي والنادي موقفه ايه، بعد كده يشوفوا هياجلوا المباراه لا، مباراه استون فيلا الاخيره كان خلاص يعني باقي ساعات وتتلعب، بقى قالوا هناجل لعبوا ماتش ارسنال هو اللي اتلعب وهكذا، فهي هم هيمشوها اسبوع باسبوع مع صحيح كمان مع المستجدات، كمان في دوريات هم هناك اجازات اعياد الكريسماس والحاجات دي فبياخدوا اجازات، فاعتقد يعني هم ممكن بس يعدوا الفتره اللي هي بتاعه الكريسماس بعد كده يرجعوا ويكملوا بشكل طبيعي، والمؤجلات هيشوفوا لها صرفه، ولكن هم ممكن يحاولوا يستغلوا موضوع كورونا ده عشان كاس الامم. كويس جدا. لو رحنا للدوري الانجليزي ودلوقتي ما بقاش يعني في كفه هنا وهنا، مان سيتي وليفربول مين اللي هيحمل اللقب؟ طبعا كان في مباراه قويه جدا امبارح، فوجهه نظرك ايه؟ يعني حتى الان مانشستر سيتي قادر ان هو يستغل ان ليفربول وتشيلسي يعني وقعوا شويه، طبعا ليفربول امبارح المباراه كانت جميله جدا هي وتوتنهام وفيها احداث مثيره بالزبط. واخطاء تحكيميه يعني اخطاء تحكيميه بالجمله لو الناس قاعده بتتفرج وبتتابع، وفي وجود فار في انجلترا، فلان زي ما هنقول كلها بشر فكله لازم هيغلط، ولكن
الحكم يتعرض لانتقادات فظيعة، مانشستر سيتي اكتسح طبعا نيوكاسل، تشيلسي تعادل، فهي واضح ان المنافسة هتستمر للنهاية ما بين الثلاثة دول. مين الأرجح يعني من وجهة نظرك في الفترة الحالية تقريبا؟ في الفترة الحالية مانشستر سيتي، ولكن في انجلترا دايما يعني ممكن تلاقي الدنيا فجأة بتتقلب، هي مباراة بتفرق طبعا. لان طبعا ممكن فريق يقع ماتشين التاني يكسب ماتشين يعدي، يعني تشيلسي في فترة كنا نقول خلاص تقريبا هو اللي راكب السباق وليفربول ومانشستر سيتي بعيد، لا دلوقتي مانشستر سيتي هو الاول، ليفربول بعد شويه، فهي اللعبه يعني بنسبه كبيره هتبقى ما بينهم. ارسنال بيحاول يرجع تاني في التراك، مانشستر يونايتد بيحاول، فكالعاده البريمير ليج هنيجي على شهر 2 و3 نلاقي في اول 6 7 مراكز في زحمه، 2 بيتخانقوا على اللقب، 3 بيتخانقوا على الشامبيونز ليج، واللي بيتخانقوا على الدوري الاوروبي، ويفضل هو الصراع المثير ده، لان هو ده واحد من اعظم الدوريات في العالم كل سنه. بنحاول نقول ان في دوريات تانية، ولكن لا، هو دايما دوري جاذب جدا لاي متابع بسبب اللعيبه والمدربين. يعني انا عايز اسالك سؤال شخصي الحقيقه لو تسمح لي، يعني بعيدا بقى عن الحدوته دي كلها، يعني انت لما بتيجي تتفرج على ماتشات بتقعد زي حالتنا كده تتفرج وتستمتع والسلام، ولا عينك يعني بتروح بقى للتفاصيل وتأيد ملاحظاتك ونسب الاستحواذ والنوع ده من الامور؟ هو طبعا دلوقتي ما بقاش فكره التأييد قوي، لان خلاص البرامج اللي هي والحاجات بتاعت الاحصائيات وبرامج التحليل كلها موجوده، فالارقام دي بتبقى متاحه، ولكن للاسف يعني في بعض الاحيان تبقى مضطر وانت قاعد بتتفرج بتشوف ان في لقطه حصلت، فتبتدي توجه زمايلك اللي معاك، طب هنشتغل على دي هنشتغل على دي، فممكن مثلا الشوط لو 45 دقيقه حصل فيه كذا حدث ممكن تتفرج على ربع ساعه وبقيه الاحداث تتقابل. طب ده هينتقص من المتعه اللي هتحس بيها؟ طبعا، عشان كده الواحد بيبقى بيحاول دايما ان هو ايه الماتشات اللي بتبقى وقت الاجازه بتاعته او وقت الشفت لو انا مش موجود حاليا في الشفت ده بيبقى افضل. ليه؟ لان بقعد اتفرج وانا قاعد على الكنبه في البيت او في مع الاصدقاء او في الاستاد، حتى لو هنا ماتشات في مصر بتفرج بمزاج والماتش بيخلص وبمشي، لكن لو الماتش شغال في الوقت بشيف، وانا بشتغل في احداث كبيره، ممكن حاجات كتير ممكن ما تشوفش الجون، يعني ممكن تبقى في جون تشوف في الاعاده. يا سلام بقى لو تشامبيونز ليج عندك 3 4 ماتشات في نفس الوقت، فتح 3 4 تلفزيونات في المكتب عمال تروح كده، فالموضوع بيبقى صعب يعني. على كل حال يعني هو الوقت بينتهي، بس خليني اختم معاك كده بيعني رساله تفاؤل خاصه. انا ماشي حضرتك شويه على المنتخب، انا مش قلقانه على الاهلي يعني، انا من انا الاهلي مش قلقانه عليه بجد، لكن المنتخب لا ان شاء الله، بس المنتخب هو المقلق حاليا بصراحه. برضو يعني ادينا رساله كده او رؤيتك ان شاء الله امم افريقيا، وهل انت فعلا مقتنع ان اللي فات ده كان تجربه حقيقيه من كراش، بس في اداء مختلف هنشوفه؟ يعني رساله امل بس. لازم يكون لا اللي جاي مش أفضل. لازم انت مقتنع؟ لا انا مقتنع، لان برضو لازم يعني قراءتك ليه يعني فتره تجارب الراجل نفسه، تجارب اغلبها ناجح مع يعني تجاربه السابقة، يعني هو مدرب كبير كسي في اي مظبوط، يعني عنده فلسفة وجهة نظر مطالبين ان احنا نحترمها، يعني بنقول وجهة نظرنا، ولكن في النهاية هو اللي يعني هو اللي هيشيل الليلة اكيد. فاللي جاي المفروض ان في 8 محترفين موجودين، هيكون في خلاص الشكل نفسه بتاع المنتخب اتعرف، هو نفسه عرف مراكز، المفروض هو عرف مراكز اللعيبة بالشكل اللي هو رسمها في دماغه، فلازم كاس الامم الوضع يبقى مختلف زي ما شفنا حتى في تصفيات كاس العالم. الاداء ما كانش وحش، ما كانش افضل حاجه، ولكن كان افضل من مرحله سابقه للمنتخب، فاحنا لازم نتفائل وان شاء الله خير، ونشوف انسجام اكتر كمان على الارض بين اللاعبين. دي بالظبط، ولو البطوله اتلعبت في ميعادها يبقى ان شاء الله خير. نورتنا، ربنا يخليك. شكرا ليك جدا استاذ ايمن، وشكرا لحضراتكم على متابعتنا، وخلي بالكم لسه زي ما كنا بنتكلم مع يعني الارصاد والطقس، لسه الساعات اللي جايه برده هتشهد تقلبات شويه، فخلوا بالكم لو ما فيش مشوار مهم يا ريت ما حدش قوي ينزل يعني، ولو في مهم ولو في مهم برضه ما تنسوش. شوف حضراتكم بكره ان شاء الله. باي باي.